يا نصري، هلا. اول شيء ريسيرش بشغلها الحين. ما في، انا في استرنير ساحب على الشعب، ما اقول لهم ولكم حلقه جديده معاكم خليل، خليل جيمنج. ما في 5000 مورمين هذا اللي واحد. ها 7400 اللي انا حطيته. شوف الاخير كم، شوف هاي، اقول لك تي واحد مليون يعطيك. هاي يعني مولد 10000 تقريبا. ايه شو ترى حسب شي، اقول لك هاي البرايورتي، عرفت؟ 5800 هي. شوف يعني عندنا الحين كم، 16000 ريسيرش. شوف الدك كيوت مدك كيوت، شوف الريسيرش كيف يزيد. ايه شوفه، شوف كيف يزيد يا رجال. وين الاول وين الحين يا رجال؟ عيل وايد يعني، مش شوي ترى. 16000 يعني 3 ريسيرش نسوي حلوين. هذا 3 ريسيرش كبار يعني. ايه انزين الريسيرش هذا شغله السمنتر. انا والله الريسيرش كله بعقد داخل الحفره. اوكي ايه نشغل هذا السمنتر. والله الصراحة المفروض نسوي اللارج تيبل هاي، نحط فيه سملتر ونحط الريسورس كله بصوب، ونخلي مكان حبة واحدة فاضية يبدل بروحه. والله فكرة. لحظة خلنا نسوي، شو اسمه هاي تيبل؟ شو كانت اي وحدة هاي؟ الحين بطلعها لك. لارج بلاتفورم سي سي، صح. يبالها 2 الومنيوم. عندنا الومنيوم، هذا كبر، ممكن تحط الومنيوم؟ في الومنيوم 2 بالضبط. ايه شوف شوف قاعد يستوي. خل مكان واحد فاضي. ايه في ثاني. شوف يعق على الارض يا رجال. ابو طاح بعد. وين شليت الومنيوم؟ ابو انا هذا عندي. ما شليته. شل هاي النصر، نصر شل هاي، شل هاي ابو الومنيوم. هذا يا سي سي يا سي سي الحين. شوف اوكي والله تميت تشيلهم، عرفت؟ هو يسوي الكلب سبام كبر. انا ما ابو كبر. زين زين. اكثر شيء يبنى كبر المرة. ايه اكثر عن هي، مع ان انا بس اصلا المنيوم نبغى المنيوم يا اخي. اكس سي صح، هي سي. زين المنيوم نحتاج، يعني احس انه اغلى يا اخي، عرفت؟ اسملتر وين؟ ما عليه. تعرف شو بسوي؟ بنسوي هذا الرمل اللي عندنا، بنسوي سبام هذا. شو؟ المنيوم. في عندنا سامبل اوريدي. هي المنيوم. شوف هذا اللارج تيبل هني وين بحطه؟ تعرف وين؟ بحطه هني لان دوم نحن هني هني، صح؟ شوف نحن دوم جالسين هني، صح؟ سوي له بلق هني. ايه عبيت هذا. سير سوي انت هذا الفريرة اللي عندك. لحظة بصير سوي سملتر. اوكي. تو كومباوند دوالي. وين كومباوند مالنا؟ وين كومباوند؟ تو يبين كومباوند، صح؟ ما في كومباوند نصر. شو؟ اه هناك متروس، متروس هذا. حيد عندنا مليون كومباوند يا ريال. بس كومباوند ينصرف تعرف؟ هذا هني. أول شيء هالأرض مضايقتني. لحظة. من متى وانا بعدلها تعرف؟ كل ما يسوي برنت شيء، كل ما يعقد تحت شيء. ها شو يسوي؟ كيف اسويها ايفن؟ اوكي. كنترول.
شوف كيف سيده. سلام. شوف كيف سملتر. شوف شوف اخيرا اخيرا بسوي برنت سيده. شوف من 60 سنة يا ريال كلمة جنوب بيطيح ملتعن. ليش انزين ليش مسكين يوزر. الله شوف في معنا قطعة حصة عالقة في نص الهوة هني بس ما لو سامحها قطعتين. لحظة ايوه اوكي غيري مكون سيدا. خلنا شده نودي الاسملتر هناك. شوف الحين اي شيء عندنا هني في السيارة شو بنسوي؟ تعرف شو شلم هني؟ ما اقدر اذكرك ليش؟ ما ينشل في حبة ما تنشل. بس انا بس ما اعرف نصور. هل نخلي صوب واحد فاضي ولا كام ولا حبتين ثلاث عشان يعبي؟ انت وين تشيلهم؟ انا قاعد اتعب واحطيهم. نصور نصور ناصر. هلا 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 خليل. انت شو قاعد تسوي؟ انا الحين هديت الكيبورد طحت قاعد اطالع. انت تعرف شو قاعد اسوي؟ انا حاط سملتر في الطاوله يا سعبي عشان شغل سملتر هني يتم في الطاوله قريب السياره. انت تشيلهم من الطاوله. تعرف شو شوف هناك بنحط كبر لانه وايد عندنا كبر. ما يفرق حط اي شيء ما يفرق عادي. طاف رسي يعني اي بعراب. انا شو تحسبني؟ لا مشتي انا يا سعبي زين. في تخيل موقف انا عيال سعبي عشان شو؟ زين كيف الحديده تفتح؟ كيف اشيل السمان اللي خشنا تحت انت؟ فتش القلوصة. ايوه والله فتشت القلوصة. الحين انا بجرب كيف يستوي على الطاوله هاي. زين يا سعبي وتعب ما تبوا الشباب يا هاي. رديتهم ايه شفتهم لا عادي دزم مثلا عادي بس لان ابغى اشوف الاكت ماله كيف يكون. بس الحين بخلي مكان واحد فاضي حلو. اي سملت شوف ياب اربعه. اوه ابغى اشوف شو بيسوي هنا عرفت؟ لان هذا وين حاطنا انا قريب شو؟ قريب الباركن. ابغى اشوف ترى وايد تعب يوفر علينا تعرف؟ اخ هذا طاح تحت الارض ما عاد. المهم رزن طاح مش شي مهم. كم اكسبلوسيف عندنا؟ طين خليل ها؟ لا لا شو الحين انا مش هذا اللي ابغاه. في هناك حبة المنيوم ما اقدر تشوفه قام يعلقون في الهواء قام يستوي جلتشات. انا ابغى افضي الشاحنه بس خلنا نعبي لك طين. لحظه ما عبى كامل ترى. تبي شيء غير عن الالمنيوم؟ عادي اولموست فل يعني. خلنا نشوف اول شيء بننتج الحين. شو بنسوي الحين؟ الحين خلنا دق دق كيو سبام. اوه 9000 ريسيرش بوينت. اوه لارج روفر ريسيرش. طبعا متعلم كل شيء يا ريال. لا مش المهاره هاي لا متعلم كل شيء بس نصر. يبانا كرسي. نسيت هذا مش مشبوكه. يا عمي يا حبيبي تعرف شو بسوي؟ لحظة ويت
شي الوضع ما يمشي. اقول لك دق كنترول ودق الحصان، دق كنترول ودق الحصان، شوف كيف يختفي من تحت، يساويهن مع الارض. ايه خلنا نسوي المكان شوي سيدة يا اخي. بيسنا تعبان والله، تعبان بيسنا. البتري فضى عنا يا تدري. اح ها ما س... اه يساوي باول واحد هذا الكنترول، عشان تي يساوي الارضية بالمكان اللي تدق عليه كليك ترى في حاسب. سوى مع البيس احسن يكون صح، سوي مع البيس. بس هني سويت انا فخ هني هني نبغي شو اسمه عشان يوم نسوي موتر بعد ما يطلع من الجنوب. لحظة يعني هني تشوف دك كنترول تحت وكمل عليه شوف. ترى بس شو يبغى له عشان تسويه؟ ابى اعرف كومبوننتس بس. اربعة الومنيوم بس؟ بس شوف شوف التيبل هذا مشروع ناجح حق السملتر ولا كترة؟ اي واحد تو حطيناه الطاولة. الطاولة انا والله ها انا افضي كل شيء. انا اقول لك شوف كيف استوى يا ريال الارض. استوى انه الفخ يا اخي. كيف ترتيب؟ لا بس عدله عادي، سوى شيء كل شيء سوى. هي بس شوي شغلانه ترى، عرفت؟ هني بس يبغون نعدله شوي خلاص. طيب طلع هني يلا سحفه شوي شوي، عرفت؟ هذا نطلع راح اسحف اسحف الارض شوي شوي، عرفت؟ عشان تطلع شي شوي خضر المكان زينه. اوكي ولا كترة؟ ما يصير صعب ترى تسوي بالضبط، عرفت؟ وايد صعب. ترى قد ايش تتمشى يا اخي وانا شو اسمه قاعد اسوي، عرفت؟ فا يا صديق عليك كليك كل شيء بالغلط اخر شيء لين جربتك. لا بعد يبالي لان محبه بركن ما نتلعوز، لو خليته فوق كان احسن. زين ترى متريوس بالحين؟ مار مركبه يا راه. قول والله. شوف. والله. لحظة. تروم؟ ايه. ايه. وايد صعدة خايسة، يا أخي ترين تولز مال اللعبة تعبان. رد دريوش الحين. ترى ترد سيف بروحه يفتر. الوسخ. مايس شوي شوي. لحظة لحظة صبر صبر، شل شل هذا بكبر القلوس من هني، جاي لنا عصفة بعد يود مش وقته. تري تري احنا الحين بشيل القلوس. انا بفتح درب التريا شوية زين، بس هي براحة يعني شوي هنا. طالع والله ما طايش. لحظة أظني عرفت كيف يسوونها سموث، سيبوا له حركة. تري تري ايش
في تعليقات عندي في اللعبة وايد ترى. شبكة الدار وصل. بس الحين احسن اظني احسن وايد بس تعبان هو بس. احسن هو احسن. خلنا نشيل هذا. بس المطبات العودم يعني. نوعا ما احسن مش احسن والله. زين تري خل قبل ان اطبعها خلني ناخذ لها فيديو. يلا برنت نصري. يح 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 يح. على الاقل قاعد يسوي برنت على رصيده. زين ناحية الايجابيه يعني مو يعني باور. ترى هي للحين شغالات يسوون ريسيرش يا ريال. كم بوينت عندنا نحن في الستور؟ عندنا 10000 شيء بوينت يا ريال. بسوي فيول سيستم مش الحين عقب خلنا نخلص هذا. خلص هذا حلقه الجايه. حلقه الجايه حلقه الجايه الحين نتريه يا ريال. ترى هذا اللي ساحب اكثر باور مان. بس والله سواها نشوف والله وايد اوكي الحر الطاوله. ايه نفس 3D برينتر مال اليوم. تقطع كهرباء تشي يستوي تحط شوي بي ال اي بعدين توقف تشوف تشي علامات كتره. مشكله الويند مش رينيوبل سورس يعني مش رينيوبل. هو رينيوبل انا بس قصدي يعني مش سورس ار دوم موجود. ايه حيت الحل المره الماضيه انت توقف مره واحده دب طلعتك حصامت. ايوه ايوه بعد لهذا السبب انا بروح بمخش. مش هي القهر، القهر طول الوقت واقف ما تسوي فيك شيء، يوم جيت تنخش فلعتك حصى. هذه اوف توي جاي ولا بنخش هذا شوف صوب. تم في الحفره زين. ايوه بس يانا كهرباء. لازم عاصفة عشان اشغل شيء. ظل لا هاي هاي ما تسوي لنا شيء يا كترة. كاش خلونا نقدر نسوي طابوق اداري يا اخي. صح والله بنرتاح. على الاقل عاصفة تخاف منها من تبرع مش انت في البيس مالك يا اخي. يا زمن اشوف حصه جايني تفليع يا ريال. وقف تفليع وقف تفليع خلينا ننزل بعده العصفه. بس انا احسن الحين راحت. الحين بيتم الهواء شوي بس يشتغل ويند تربينز. شوف بس ويند تربين هناك ورا احس مكانه غلط يا اخي. صح يفرق البوزيشن ماله ولا يفرق ولا ما يفرق البوزيشن؟ لان هو برا اصلا عرفت ترى هذا كل الاتجاه. شوف نفس 3D برينتر والله. شوف يوم بي ال اي يخلص بدل بي ال اي ولا شيء ولا يوقف ولا ستوب شيء يستوي. بس البيس الجديد بنتعلم على طول بنسوي هاي بنسوي الارض عرفت. بس خلاص الحين كم تاير هاي؟ ثلاثة ست سكسويل. تحية الشمس بالله عليك. طلعت شمس الشموس صوتي وايد حلو احلى. انزين يوه شلون صوتها؟ مو يطلع اسمع 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 نصور اسمع 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 سمعت؟ ها الحين يا هو بس على المهب الخفيف يشتغل وينتر باين مزاجي الخايس.
ما في سلاش دانس شيء، ما في تشات. دق واحد اثنين ثلاث. اوه يقول بشر هايل ترى يا رب يا مسلمين. من علمها حركة البطة هذا؟ هاي عجيبة هاي. Put your hands up, put your hands up. اوكي يا تشمس شوف حط الشفت. لا يا لو الريسيرت شو يستخدم كهرباء. لا بس قسم بالله بسيه بسوي طر، بسوي مكان حق باور جنريشن بروحه، بسوي طاولة بروحه، بسوي ما اعرف شو. لازم ارتب، لازم اسوي مصنع باور، مصنع ما ادري شو. تريس كسويلي يطلع بس بطيء. وانا تعرف اني شفت هذا السولر اللي طايح جيني هذاك مش سولر يا اخي اللي طايح، شوفي سكراب كان. لا ايه هو نفسه شي ما سكراب، بس اذا حصلنا ما سولر شي نيبه نيبه ونجلس. زين الحين تعرف شو بنسوي؟ عقب عقب خليه يخلصون هاي مال ريسيرش بنسوي شو اسمه؟ الحلقه الجايه الحلقه الجايه نسوي سيستم الكهرباء. ولا تبغى نروح يا اخي كوكب جديد؟ هذا والله خلص. زين خلينا نشوف كرسي بثلاثه كيف يركب عليه؟ اكزامن تشوفه؟ لا سوى انت بس اربعه كومبوند. لحظه ون المنيون ترى الحين ما سويناه، تبغى تسوي دوبليكيت بعد دوبليكيت شو؟ هذا 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 دقينا برد. شوف ريسورس ما عندنا. شوف 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 يخرب بيته ثلاث كراسي نروح نحط عليه ستورج عود. الحين ثلاث كراسي وستورج عود؟ اها تعرف شو نروح نسوي؟ ست كراسي نروح نسوي للشباب كلهم يدخلون والله نطلع كلنا رحله. تعرف شو شو مسوي يعني؟ شوف حطي معمل معمل مال كرك ورا وقهوه سوي لنا بعد اربع من هايله كبار ولا ثلاثه؟ هي ثلاثه. شو الكبار؟ نركب هالموتر ونسوي قلوصه جديده بدال هايج. كيف اربع موتر؟ ايه يعني شيء نفسها القديمه اللي سويناها. كم المنيوم عندنا؟ عندنا وايد روم سيد دوبليكيت وايد. كيف دوبليكيت تسوي؟ هذا المنيوم؟ هذا مال شعر بنات تسوي؟ شغل يا ريال خليه يسوي اكستراكت. بس يستهلك وايد تسوي ترى ها؟ ايه كم يسوي لنا؟ لحظة انا توي معدل الارض ثلاثة بس. ثلاثة الحين بيعبي بيعبي الحين ترى. خلنا نضبط السلاح والسوالف. دق اوردر هني. اشتغل بروحه اوتوماتيك الهرمه من يحصل شيء في الطاوله. انزين لا 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 تحط الكرسي. هي ستورج. ايه ستورج ترى يبين. كيف تقول ما تشوف؟ انا عندي ما يبين. انا اشوف كومباوند يبالا. كومباوند هذا واحد. عندنا كم كومباوند يبالا؟ اربعه. ايه ترى ترى اذا شيء تعرف شو بنسوي؟ دوبليكيت حق الكومباوند. بنسوي دوبليكيت الكومباوند. كومبوند رخيص بعد. هي شل الالمنيوم. ما نبغى سامبل يستي بعد. ها خله سامبل، خله واحد سامبل، خله تشوف اللي انا حطيته كم يكفي. اظن يكفي وايد كومبوند. هي شوف خمسة اظني. ظن بعد يبغى اكثر. ايه اوكي يستوي اكثر بس يبغى له شو اسمه؟ يبغى له ارضيه.
نسوي فلاتر هنا. يا سيب لك رمل انا صبر. ها انت لا يعني سوي هناك بس انه انا بيبرمل شوي. سويت الاستورج لازم البيس خلاص بنمتد للصوب الثاني الحين مش للصوب مرة ثانية. والله بوينتس عندنا خليني بعد الحين ردوا. ها؟ كم بوينت عندنا؟ ما ادري كم؟ تم دوك كيو ما 18000 16 16 ها فيول سيستم كامل. بس هني نصور انت لازم تساعدني انا ما اعرف الصراحة كيف اخليه اسويه بطريقة ان السيارة تطلع وتنزل تلعوست. شوف عادي بنسوي شيء مثل الحفرة كيف تجي بالكهف نسوي شيء مال غصب شو رايك؟ بس هني سيارة تبغى تطلع تنزل هناك نحن ننطنط. ايه صح لحظة خلنا نسوي بطريقة هاي بس سويت الارض حلوة ترى ما اعرف اذا بنروم نسوي هذا مرة لازم نلف شوي يعني بس عن نزل الروم ننزل هنا نطيح عادي عرفت؟ الشيارة كنا ناشبهني حلو هي بولا شلو هيك يعني والله استوت براحة فوق فاضية انزين الحين شو نبى؟ عادي اقول لك طلع من هني خليل عادي وين انا؟ هي ترى هذا هو بس تعرف شو؟ يلا بسم الله اول دقة سلف تري تري هذا ياسي يسوي فيه قول والله 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 قاعد يكمل ها؟ لول انا تفت تي رصاصي ما نسيت لازم يتلون يطلع احمر انا مش شاز ما يبين عندي ما ادري قاعد يكملوا مشكله مش هنا ما في كهرباء المشكلة هني المشكلة في السيستم كله ما شفت شفط كهربت سيارة كامل السيستم وات ذا فوك ايه اقول لك هذا الموتر اللي عندنا ترى مفول على الفاضي ها ما ينفع بتري كل شيء ثاني بيصرف عندنا تريليون شيء شغال عليه يا رجال اورجانيك صح؟ بس اورجانيك شو بيسوي اورجانيك؟ ما اظن يدق سلف كنا نشغل فيه ماكينة واحدة وكان يخلص شوف يا سعب السيارة يشرج السيارة اوكي الحين بيخلص الكمبوند بيجهز هذا والله كفى الاورجانيكا شغل سيستم كامل حبيبي 13000 عنا ها جهز يلا اول دقة سلف اركب اركب تعال اركب ما تشوف كيف يفضي كهرباء تعال نطمش ينلعنه كيف يفضي تشوفه زين لحظة تعال خلنا نشيل السيستم اقول لك شل السيستم هذا بكبر عقه هني زين والله بس خلاص اوكي
هذا يمكن هذا. اوكي الحين ميك سنس تو ميك ستورج لايك ذس، عرفت؟ ايه يعني الحين بس واحد زياده من هايل وبس خلاص، ما نبغى نبغى ثلاث عربات بس، يعني اكثر بيكون حق ريسيرش مره 12 ريسيرش. ايه بس شوف شوف هاللارج الواحد شوف هذا كم يشيل اربعه صح؟ الواحد اربعه يعني اذا نسوي قالوصه بعد واحد دولار بس واحد يشيل ثمانيه يشيل كم الواحد؟ ترى هذا الحين واحد زياده كنا شالين ثلاثه من هيلك، نحن اوريدي كنا شالين واحد قالوصه غير كنا شالين اثنين غير، فهمت علي؟ يعني ثلاثه من هذا كنا سته من ذاك ولا ثمانيه ولا وات ايفر مع السياره نفسها. زين سوي عندنا وايد فيض عندنا. زين سوي لنا فيهيكل ثاني بس انا بتكتك على شو الحين، تعرف على شو بصير؟ بتشوف ريكويرمنتس اسوي باتري زياده وسولر زياده. اوكي ميديوم باتري، شو يبالي ميديوم باتري؟ يبالي ليثيوم صح؟ ليثيوم مو عندنا ليثيوم نحن ثاني، مو اخ ما حصلنا ليثيوم اصلا نحن غير شهر. والله نحن عندنا وايد كبر صح؟ وايد كبر. زين خلنا اجرب التريد شيب. زين اذا احط اثنين كوبر كم ليثيوم يبون؟ اوكي ما نبغى كمبوند، ما نبغى رزن، ما نبغى هاي لتيل مالتشايت ليثيوم، ما يجيب لنا ولا ليثيوم. دزت ما ادري شوف نحط زياده واحد يعني هاي كم اربع الاربع يجيبون واحد ليثيوم. هي دزت ورث ات هذا بعد واحد زياده ثمانيه يجيبون لنا اثنين ليثيوم. دزت ورث عادي 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 عندنا وايد ترى، لان هاي الاثنين ليثيوم في يسوون يسوون لنا بتري واحد. خلينا نهد الصاروخ يعني هذا ثمانية اشترنا نحن نسوي بتري واحد. الحين شنو بسوي لي شو؟ ون مور سولر. محتاجين تو بتريز نحن ترى على فكرة. وي نيد تو بتريز. نبغى ميديوم سولر لان سولر اكثر واحد كريدبل فعليا صح؟ سولر شو يبغى له؟ كوبر. هات كوبر عندنا على فمن يشيله. الحين السؤال السولر اللي عندنا يكفي يعبي البطاريات اللي عندنا ولا ما كان يكفي؟ يكفي كان يعبي صح؟ زين الحين بنحط في وين تربين ناقص، وين راح؟ نحن ما مسوين. اوكي اوكي زين هذا السيستم والله يعبون بطيء، شوف اذا ما في هو ترى يعبون وايد بطيء بس اوكي انه يعبون اثنيناتهم بنفس الوقت يعني عرفت؟ هو نفس الشيء ترى اللي تحسبه هذا رد ياب الليثيوم هذا. خلنا نشيل الليثيوم حط الاورجانيك هذا مالك بعد اللي خله زياده كهرباء عندنا كهرباء الحين يا سعبي يشرج. انزين ميديوم باتري نحطي 1 2 ليثيوم بس والله خدمنا التريد لان الليثيوم كان وايد بيطول لنا نحصل ليثيوم ترى وايد وايد. الحين بطاريتين اولموست فل ترى مش فل، انا بشوفهم اذا بيتفولون لليل لان اذا هايل غصب لليل يتفولون الثالث ما بيتفول عرفت؟ ايه زين عندنا مشكلة في الكمبوند خليل ليش؟ قلنا كمبوند زين حطيت سويلة هناك توه؟ لا بعدها في ايدي السويلة لحظة هذا يسوي ستورج فيها في شو؟ اوكي نايس وحش زين هذه ما ادري كم واحد واحد اثنين ثلاثة غير ما ادري كم بوند نبغى؟ قول انا بدبرها معك اربعة حق الون ستورج يعني بعد اربعة عشان نخلص الموتر هذا ثاني. شوف هايل
يبانا بعد سولر اذا نبي نعبي، بس ما ينفع سولر. تعرف شو بسوي؟ انزين تبغى بعد اثنين؟ لا صبر، خلني اول شيء انا بجيب لك اللي انت تبغاه، عقب ما اجيب لك اللي انت تبغاه. بس مشكلة اللي انت تبغاه اتس كوستي. شو الكوست فيه؟ الشغل اللي فيه بيجيب العيد. انا طلع خليه خليه. اوكي والله صدقك صادق، مش وقت العاصفة ابدا. داخلي انا انتب. ها انتبت خلاص، خلنا ادخل انا بعد. ايه مش قادر ادخل انا يا رجل، بس والله اقسم بالله الاكسجين ها ريحنا راحة. ايه اح اح اح، خلنا ادخل. كنت بنفلع يا رجل، الحصة خطفت من عندهم بخشمي يا رجل. شوف الموتر الجديد، شوف غصب واحد نسوي زي واحد. هي يبانا بعد موتر، بس خلنا نخلص الستورج مال هذا اول. هذا مال الوينتر باين ما يشتغل، تكتر يا رجل. لا شغال، شوف اللي في الموتر كيف جالس يلف. موتر جديد شو ترى. شوف الحين لو وصلت الموتر بالعكس، الموتر يعطي كهرباء حق البيت. ها يفضل بيتري ماله. ايه زين. هالاشيره ناشبه الحين، طاحت ما اعرف كيف اشيلها. تنشل اصلا؟ تنشل هي، بس يبالنا هذا ونش خليه عشان نشلها. بسوي ريسيرش ونش، بس عقب شوي موتر ونشلها. عرفت زين. الله صار يسرج واحد منهم ثاني. نعم بدأ بالصغار شو عاد الحين، بس خلاص الحين احنا بنسوي سكسويل مالنا. زين ماي بتويت سويل يا اخي، سويل مش ايزي تجمع ترى، شي يوم انت تفرمها شي ترى خايس. ايه بيعبي شيء هذا، بس بيعطيك كومبوند شبه كفايه يعني حق نكست ون. واحد هو واحد بس حق نسوي هذا، ما بنسوي اي شيء الحين غيره، خله برايه. اوكي بعيد وايد. لا ليش ما بنسوي شيء الحين؟ بنسوي اول شيء بنصير بنفرم في هاي، لان اوريدي عندنا مساحه يعني. زين الحين هذا هالطبعة، شوف البطارية اوريدي فاضية، ما ينفع. خلنا ادور الجنريترز اول شيء. شوف تذكر معي. اوكي انا بشوف مال البترول شو يباله ترى. صبر الحين نبى اساس نسوي بترول، مش بوست نار وايد مود. هاي ما اعرف شو يسوون ديناميت، ما نبى. اكيد نقدر. اوه في عنا درل هيد، وهذا نقدر نطلع بلاوي يعني اصلا شكله. شوف عنا نقدر نسوي ميديوم جنريتر اللي هو ما اعرف شو يشتغل، يباله 3000 بوينت. زين خلينا نسوي شيء ميديوم جنريتر. اوكي انلوكت. اوكي حلو ميديوم جنريتر، وين هذا؟ هو هذا يباله 2 كوبر. نايس حلو. واحد اوكي اوكي ترى حسن على نفس البقعه. زين هذا شوف بنسوي الحين، ما عندنا كهرباء
فوك يو اللي سوى سيستم الكهرباء زق ويتم زق وحيوان احد زق. والله سوري اخي بس خسر والله يطقع الجو يا اخي. زين الكهرباء مخلصه. مشكلتنا نحن الاساسيه كهرباء. اي والله عندي ارجانك خلنا نعبيه. اسير ايه بسويل ايه باخر شي ارجانك اكثر عن سويل. وذهل يا رب. ليش عندي رزن انا هني؟ باي رزن. اوكي نايس اشتغل السولار الحين. ميديم برنتر. انا الحين اتوقع الجنريتر هذا تعرف شي يبوله؟ اه ضروري. طاولة امونايت يبا. شو هذا امونايت؟ كول يبا. كول مو هن اني بكوندنسر صح؟ والله ما اعرف يعني لازم نسوي شيء اسمه كوندنسر. زين لازم نسوي للطاولة. سوي لي طاولة حبيبي ممكن؟ لان انا ادور كيف اسوي كول. زين في عنا هيدرنايز كريستال ما اعرف هذا شيء يسويه. ميديوم شريدر لارج شريدر فيول كوندنسر حلو. شو فيول كوندنسر يسوي؟ ما اعرف دق ريسيرش يعني لازم نخسر ريسيرش وين سمعنا عشان نستكشف. اوكي زين انه اخذ 500 وخرده اظني. هذا فيول كوندنسر يباله كبر. اه يباله كول فيول كوندنسر. ايوه سوي فيول كوندنسر يا ود. وان كبر حقك. اوكي بجيب لك الثاني دقيقه. واحد اوكي طبعا ما عليك امر. ايه هاي لازم طاوله اظني صح؟ طاوله وين تسويها انت؟ ها ميديوم جنريتر تحطه اي مكان عادي يعني. هذا اظني نروح نحطيه في الموتر بعد ولا لا؟ هي شوف فيري نايس. زين بس لا هذا يباله طاوله نفس هذاك مال السملتر تشوفه. تعرف ليش؟ فيول كوندنسر. فيول كوندنسر هاي يباله طاوله بس يبالهم الومنيوم ما ينفع. ما بخسر انا عادي لا ما بخسر المنيوم على طاولة. ما بخسر المنيوم على طاولة بخسر رزن أحسن. تسوي موتر ثاني؟ هي تقدر تسوي سوي تقدر تسوي سوي. زين لأن أنا الحين هذا بشله من درب اكزامن لارج بلاتفورم نبا إيه بس لارج بلاتفورم إيه يكفي هذا. زين وبنسوي شو ابا يا اخي مكان ما قام يكفي لازم شوي نسوي تعديلات. شوف عندنا المنيوم حق بعد موتر. ها غير 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 عن هذا بعد عندنا المنيوم بعد حق موتر. نايس وايد حلو بس ما نحتاج اكثر صح؟ ترى وايد يعني هذا كم واحد كان هلو ساعتين تفرم ما تخلص ترى. ايه يعني شوف لو سوينا واحد زياده بيكون نفس السيت اب الجديد. لحظه عرفت انباك فيول كوندنسر حلو. فيول كوندنسر شي يباله سانستر اللي هو هذا اللي عندنا احنا رمل يعني. بس مش رمل يباله صح؟ لا انا برمل يعني. زين شو في شغلات ثانيه نقدر نسوي منها؟ ميديوم شريدر ما يخصها. ها شو هيدرن زين كريستال. انا احيد البترول يبغى هذا ريسير شامبر سملتر من الاكسارس هيدرزين ميديوم شريدر فيول كوندنسر تريد بلاتفورم سانيتر صغيرون في انهبيتر مود ترين انالايزر. هذا انالايزر بينفعنا اظن بيخبرنا شو التشكيلات الارضيه الموجوده. انزين اكتشفت شيء انت؟ لا
ميديوم ستورج شوفوا فيه اكسترا لارج بلاتفورم. ها موتر خلص بعد الحين ابى اعرف تبغى غيره ولا ها بس يا ريال بس ما كم بنب كم بتفرم نبي نشوف الحين الموضوع مش الموضوع نبي نشغل جنريتر هذا كول هذا وين النبى شوف اف 1 بس جمب ما جمب هالسوالف ما في منول يا اخي كرين بلفين دريل هيد ونش شوف كول ما بنحصله في الكوكب هذا خليل والله ايه متأكد لازم نسوي له تريد ايه بس هذا شي معنى ما ينفع هذا نسوي له تريد عادي يعني شوف اول شيء عشان اضمن شو اسمه مالنا بسوي ريسيرش حق شغلتين اللي هن تعرف شو السبيس شتل مالنا اللي هو والله عشان لو سرنا كوكب ثاني ما اعرف اذا بيكون ريسيرش هناك ولا لا ترى بس شوف بنبه هابيتات اللي بنعيش فيه 4000 انكلوز سيت 1 وفي انكلوز سيت 3 انا ليش سويت حق هذا ريسيرش اح في كرسي واحد نسوي حق ثلاثه نسافر فيه نهاجر نسوي احسن بعد شهر ونركب 4 هي ترى هذا يعني انا لازم اسوي سبيس شتل واحد ها شوف شوف الويند يوم يشتغل شوف والله يعبي ابو الكهرباء ترى بس مشكلته شيء شغله الحين لا يبالنا بيس جديد تعرف ليش لان كل اللي سويناه الحينه بنقدر نشغله عدل عقب بس لازم نستانس في الموتر اول شيء خلينا نرد دريوس بروح قبل استانس في الموتر مو عليه سكسويل شوف تعلم اللارج شاتل خليله مش الاسمول ترى انا تعلمت الاسمول الحين استري ريسيرش بوينت عشان لارج خلص اصلا اللي عندنا بس باقي واحد يعني. كم باقي لنا ريسيرش حبيبي خلص هناك بنصير بنعبي 70 واحد مني الحين نسيت كم نسيت كم واحد يتريانا تحت نترياها فرن احنا اللي عندنا خلص نتريا لف في الرنج الحين احنا من زمان زين كيف نبى لحظه تعال صح اللارج بلاتفورم مره من شلمه هناك اخ هذا بيلد انتو ذا شيب شت زين الحين شو نسوي؟ لا لا تعال تعال كان في كومباوند على الدرب صح؟ خلنا نصير النيبا ونرد تعال اركب لحظة هذا يركب شي ذا ولا وايد مغامرة انا؟ دام مسخته عاده شوف كيف يفضي يا اخي ما بشوف يطقع بالجو عارف صح؟ يطقع بالجو؟ ردي موتر ول عذره صاروا يفضي عيد مستانسين ببطاريات صغار يبالي ميديم بتري على الميت هذا بس شوف شوف شو يسوي في الحصه صغار شوف 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 اوكي انا اسف رشيت بعين عادي ترى هذا شو اسمه بيكفينا تعرف ليش؟ الكومبوند اللي في الدرب لانه بناخذ معاه سويل صح؟ ايه ونسوي صح ما نسوي ايوه اشتغل هذا اوف كفو عليه والله متى من منو سامع الكلمه زي وين كان الكومبوند؟ ما ادري والله هالمكان كل هذا رزن نشل الرزن في دربنا لان ما حصلنا كومبوند بنشل كل شيء يا رب ما عليك سوي هذا ينفع ما نبارزن اصلا الحين بنروح كوكب ثاني اقول خلنا نشل يا رجال because we can بس بعد اللين هذا شوي يمكن ما في تشرش عرفت نتري نهار شوي يطلع يعني يقولون فيتك يصرف يعني زين وين عندنا قبر في حي يا هذا بطاريته اكبر بعد يعني
هذا التسلا اللي يشتري تسلتي ها؟ بتري ما يخلص. بس خلص الرزق تاعنا. والله كفو عليه الويند والله. يلا. بس دور وين الكمبوند يا اخي. خلنا ناخذ لفه في الكوكب يا ريال. وداعيه. صح. انا شفت نفس سبيس شيب هناك صاير عرفت. هذا وين كمبوند؟ هناك سبيس شيب طايح. لا مش سبيس شيب انا اتحسب كمبوند انا عند السبيس شيب بس انه. اوب 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 اوب. متكسر يا ريال وانت ترباين الزبالة. باور سيل راكبة عنا ستورج حط شلة. خلنا نشوف يطلع شيء هنا. نبون انا بسويل. اوه سوري حفرتك وياهم. كله متكسر مو منه فايدة. ليش نشلة يا ريال. عنا سامان نقدر نسوي. ما ادري يا اخي يمكن يفيدون هاي الريسيرش شيء. ما يفيدون طاف. شو هالدرب جديد صح؟ اوه شوف الكومبوند هلا بوي. عام. اح في داخل رزم بعد هناك. والله كم بصير شل الرزم عادي. احسن يكون لو كل واحد نشل عشان ما يضيع علينا شيء. والله يبالنا مال السويل هذا نشل منه قواطي فاضي ونحطيه في المركبه. تعال ايه يوم يفاولون ايه يوم يفاول تحط غيره ايه. بس تتوقع في الكوكب الثاني بيكون ريسيرش مالنا كله مفتوح ولا من اول جديد مسويه؟ لا لا موجود الغالب بس يعني ريسورس غير بيكون عرفت اللي هناك بعد يطلع لك ريسورس اصعب تتوهق زياده ايه ريسورس غير ويلكم يوزر يا وين اروح جوين جوين سو جوين سو جوين ولك ارزن شو يا رام حصر مره في الليبل شوف تعال انا قام طلع تعال شوف بتيني يا ريال تعال شوف قمش اوف عاق بعد ها كثر اللي طلع شوف وش كثر عاق انت شل شل عقعق داخل يا ريال شوفه ها ها بعدني ما وصلت انا على الحافة واقف هسه حفر تحت ها او اني اقرب لك عرفت عسى بحال تبغى كمبون ناكسرنا كمبون تقول كم الموسيقى شنو مالت الفورست مال المساج فورتي حلو زودة اظني خلص كمبوند اللي هني صح؟ اغلب زين عبينا الستورج نحن شو ما ركبنا ستورج ثاني نحن؟ لا بس ستورج هذا بس حطيه انت تشتري من شنطتي لعوزتني اوكي انا بشري يسار اوكي زين انا بشري يسار ها ما ينشل طايح الارض ما ينشل مرمش الا تعال شوف الترمش اللي رزن هذا زين خلنا نرجع نسوي بس نعدل العربة الاخيره ونسوي ستورج ولا نشيل ستورج من هناك ونجيبه شو رايك؟ لان الحمل بي بيكون هناك. ايه يلا. يلا تعال. زين السكان في الوسط ولا واحد قاعد على السكان. خلنا نرجع البيس عشان نشيل الحمل يوم بي. الله فيه هو. ضرب يا لبا. يعني لك ما توقف الوين تربان. يا حبيبي انا مويت شوف لو كنا حاطين الستورج الحين كنا شالين اي شيء في دربنا بس الحين ما يسوى
تشوف كل ستورج 8 حبات مسوينه شلون بطره يا ريال. بس العربة الأخيرة والله هي اللي تسوي الفرق في الكمية الفعلية يعني. يعني شوف واحدة منهم بنحطها. لا لا شوف تعرف إنه تعرف السيارة، السيارة مع قالوصة واحدة نفس الست اب الأولي كامل، السيارة مع ثلاثة. يا ريال. والله. تعرف ليش؟ لأن هناك الحين سيارة تشيل كم ستورج واحد صح؟ إيه. السيارة هنا كم ستورج تشيل اثنين صح؟ نحن عندنا ثلاث في كومبوند شوف هني في الدرب. شيء شله شله عقب ما ما في ما في ما في مكان ما تسوى وين بتحطي هذا الحمل يا تتمشى بعد حمل نحن جايينك ها. لا لا بسوي ريد يا ريد لرب. لا لا الحمل لا تخرب مقال بيس. لا لا ما انت ملك جايب ريسورسز. لا لا الحمل بنزلب خرب الار تحمل تشوف منو جاي. هذا نحن خرب الطلعة الحمن يا ود نحن مصوب نحافظ عليها علقنا علق خلنا نرجع نشوف نصور شوفه يشتري جدا من الحين. لا ما اشوف حصان تحت التاير هذا وين شو شيل البازوكا اللي ورا اخر قلوصة اي الحمن مو بازوكا شنو عيال هذا يا بعد الحين بعد لا اوكي اوكي لا ما بعد انا اشوف اوكي اوكي هذا حرة كيف يا سن انت الحين ايش رايك في سياره ناصر غنطوطه هاي تو طورناها يا ريان نصر لازم لازم تريوس عدل بعد سيدي نصر ترى وايد طويل نصر ترى عندك 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 ورا دق دق حطه شيء هني اي دق بس دق لك الحين جرب تقدم نصري تقدم شوي زياده كليك كليك الحين نصر بطلع انا جايب سياره شوف قدم 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 والله الحين شو اسمه اسال اسال انت شو تبغى تسوي ما اخبرك ها 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 من هذا ايوه كذا شيء شوف الريس ماله هالشياره لازم نشغل زين مو عندنا كرين مو عندنا شيء سوي سوي ريسيرش هذا شو اسمه كرين ولا ونش في اثنين ونش ونش زين هذا كرين هذا الونش 4000 ترى صنعت سيارة ليش تصنع سيارة؟ اراد نشب هذا لول اراد نشب هذا الحين لحظة بلد علي ترى يا سطالع بفضل الشرشرة الحين نصري الله صل بتري ري هذا عرفت له هذي كيف عرفت شو صرته عرفت كيف ببطل هل شو ترين لا عرفت كيف بركنا عشان نسوي فيه شو اسمه دور لي كرسي هات هات سيارة ثانية قلصة فيه لا لا كرسي بس حط عليه خلاص وين الموتر الصغير ماله شفته؟ الحمل ما ادري وين سافي هذا هذا لا لا مو بهذا الصغير صار واحد الصغير ما ادري يمكن راح مع العصفه ما حد سوى له سالفه من سنه ونص يا ريال شيل الكرسي مني شيل الكرسي مني كرسي ابو نفر واحد الحمل وين صار؟ في هليكوبتر؟ في هليكوبتر دي؟ لا لا ما يركب لازم كرسي عود. لا يركب لا المعروض اركب حتى لو هني يمشي يمشي هاي اكسجين هلا حاسب البار الازرق اللي على ظهرك الحمن هذا اكسجين كم كيف ترد ريوس شوف 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 طماش 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 شوف بس هذاني نصري اذا نصر بقى عقلك نصر لحظه لحظه انا عندي لك راي سوي اللي تبغى نصر شوف شو سويت تعال 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 عند المش هذا شو سويت شليت بكبر يفتن والله اريح يا اخي سو تعال حمد تعال تعال عندي تعال شوف شو يسوي شوف بخبرك نحن الحين نصنع هني السياره وصلنا هذا المصنع الصغير هذا اللي تشوفه انا هني اللي انط لابس برتقالي انا برتقالي تعال هذا تشوفني
هذا نصنع فيها سياره. الحين سياره تصنع عليها شو مكان تخزين، يعني كل شيء انت هنا قطعة تسوي بروحه، عرفت؟ الحين احنا هالكوكب بنروح منه عقب شوي، بس انا بنستانس في السياره شوي، بصير كوكب جديد بعدين بتشوف كل شيء. الحين هذا نحط عليه ستورج، عرفت؟ يا عصفه انا صحك تروح الشب بعد. لا لا بعد 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 شوي بعد عادي، لو متى بترد نفس المكان. زين، فالحين احنا قاعدين نصنع سامان حق تخزين على حقه. ليش؟ نبني بشغلات نسوي فيها ريسيرش، براويك كل شيء. كم حملنا عندنا؟ زين احمد تعال عندي براويك وانت تخبى. تعال شوف السفينة هني، اشر على الباب لين يطلع لك اي انتر وتم ضغط اي ادخل. خلا بس تعال خلنا ندخل لين الحصى يروح. بس هالحركة حلوة حق انك تصنع سامون ناصور، كل ستورج عقب مكان وش تعمل السامون. ايه عرفت؟ وهذا هو سوينا سكسويل اهم شيء.